حبابة ألف مرحبتين حبابة لو حمت ناسغة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حيروا فكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان وانا حتى الإبداع حبابة ألف مرحبتين حبابة. مشاهدينا الأعزاء طيبتم وطاب مساكم عبر هذه الأمسية الجميلة ونحن نتكل على مرافق الفرح في حضرة الألغ والتميز والجمال والأناغة والبساطة في حضرة دوحتكم الوريفة. يسعدنا شرفنا اليوم أن نكون في حضرة دوحة الإبداع شعراء بلادي. نرحب سويا بالشاعر أبو بكر عثمان الشريف. مرحب بك أبو بكر وإضافة حقيقية لدوحة الإبداع. مرحب بكم ومرحب ببرنامجك أخ ماجد دوحة الإبداع. أتمنى نقدم للمشاهدين يعني ما ينال رضاهم. الله يديك العافية يا أخي. رمضان كريم عليكم. الله أكرمك وتصبح على خير إن شاء الله يا أخي. الله يبارك فيك. نرحب سويا بمضر عبد الماجد. مرحب بك والله يا مضر. حبابك أستاذ ماجد وحباب مشاهدي برنامج دوحة الإبداع وتحية عبرك لكل الأهل بالجزيرة كرمي. أقول لنا رمضان كريم عليكم الصوم وتفطر على خير. الله يديك العافية يا أخي منورنا والله يا أخي. مرحب بعضو دوحة الإبداع شاعر المخضرم حمزة سماني. مرحب بك ود الباوقة. حبابك والله يا ماجد وحباب السادة المشاهدين والتحية للسادة المشاهدين خارج وداخل الوطن الحبيب. لك التحية والله. طول ما رحبنا بك آخر زور نبدأ بك أنت حمزة. خير. أنا بتمنى أصبح غيمة للماشين وأصبح بهجة للناس حين أمر باشين داعي المولى ما سوي لي شي تنشين ويكفيني الله شر الصاحب والشين. أنا بتمنى للخير أبقى خير مثال وأبقى ركيزة للأخو كان أحس أبو مال داعي المولى ما يحويني يوم لذآل ويكفيني الله شر الصاحب البطال. أنا بتمنى أصبح بسمة في الصيف واردة وأصبح بسمة ليه هم اللي بيحزن طاردة. أنا بتمنى نفسي تكون من الشر حاردة ويكفيني الله شر صاحب النعم والباردة. أنا بتمنى أصبح للبجوع الذات وأصبح وجهة الضال وفرحة العاد اثنين داعي ربي يكون مني بعاد ناخر العشرة والصاحب اللي بيكون حساد. والله. أنا بتمنى أصبح نعمة للأخوان وأبقى طبيب بعالج وللوجع هوان. أنا بتمنى أصبح للعهود صوان ويكفيني الله شر الصاحب الخوان شان ما تنخدع بالناس يخيب لك ظنك اثنين فارق واجعلني من ناصحنك ذول بقفاك يكذب وبالقبيح يفنك وصاحب همه كله يقوله أحسن منك. يا سلام. شان ما تبكي من جوار الصداقة وهولة نوعين أحذر ناقصين عقول ورجولة الكاس الصداقة وتلقى خاين وصولة والصاحب اللي ببخس كل حاجة تقولها أصحاب المصالح رحمة لو يبتعدوا في الأفعال بيرخوا وبلسان رعدوا رفيقك ده تعرفه رفيق وحافظ الوعد وأطلب منه طلبك وشوف تصرفه بعد وأطلب منه طلبك وشوف تصرفه بعد. نعم الحكم والله الله يكرمك. والله أنت رجعتنا لحاجات كثيرة يا أخي في الصداقات والخوة. أنا كان عندي محور داري أدخله لكن ما لقيت لي طريقة لكن ماذا حمزة داني ما أدخل في الحكمة دي. إحنا نتكلم عن 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 مشاكل الأخوان ومشاكل الناس الكبار وسبب الأطفال. ما كتبت في حاجة زي ده يا حمزة؟ والله ما كتبت. ما كتبت في حاجة. رأيك شنو في المحور ده يا أستاذ أبو بكر؟ مصعب. هو محور. ها؟ تفضل عادي خذ راحتكم. هو محور مهم. الناس دور الشاعر التوعية والإرشاد والتوجيه للناس فدي رسالة تحتاج إنه الشعراء يعني توجهوا نحوها. أنا من زمان يعني كان عندي مرابيع كتبتها في الحاجة دي لكن والله ما أذاكرها بس ما بقدر أرجعها في علاقة الأخوان. العلاقة جفت بس أطفال تلقى طفل عمره 3 سنة الشكل مع طفل ثاني أخوان في البيت القامة قاعدين لهم 18 سنة 17 سنة ومشاكل الأطفال بتروح مع بعض. هي حقيقة يعني الأطفال دل يعني الأخوان قبل الزواج وقبل ما يكونوا الأسر تلقاهم مترابطين جدا جدا. أيوة. أول ما جابوا الأطفال يعني تبدأ الحكاية تتغير يعني لو ما بقت العلاقة دي بيناتهم متينة شديد ممكن تمشي الإخصامات وكلام. إخصامات وتبقى في جفة مسيطر يعني حقيقة. الواحد يلقى أخوه واقع ما يرفعه. حقيقة. يقفوا الغربة جنبك يبعدوا الأقرب. ودي قضية إن شاء الله نتناوله وإن شاء الله نناقشها بي طيب طالما مشيتوا في المجال ده أنا دار مشيركم بقول لكم زايل الدنيا ما تسوي لقعدة وقومة
ولا تهتم بيها وتنشغل بهموما. المال والقروش لو كان كثير مردومة ما بتنجيك من حر الجحيم وسمومة. يا الله أوصيك يا رفيق أحسن تبادر التوبة، وما تتغشى بسمحة وجمالة وتوبة. الساكن العمارة والعند فدراك وبلابد يوم يفوت ويندفن بطوبة. التابع النفس لدرب الهلاك بتودي، والفاقد العقل لا بجيبه لا بيودي. الماكل الحرام دائما بيكون متعدي، معروف الحديد بيطول الزمن بيصدي. والله الفاقد الجنى ما بيعرف الحنية، والساكن السطوح ما بتعجب القطية. العز في الغناء الباقي ما همية، لو داير السعادة احذر سواء التنية. التارك الصلاة من الكريم ملعون، والقلب انوسخ ما بنظف الصابون. الكي في الرجل ما بعالج المجنون، وما كل المدردم دائما بكل يوم. والله الولد النجيد فوق المكارم شبه، وما بيضرب سلاح لو بيطلق ما تعبى. الزارع القرض ما بيتقلب له مربى، ما في ايدك جناك لو بالحرام تربى. والله العقل ان صغر ما ظن يعرف العيب، وما كل الكبير بيصهر عليه الشيب. مالك زكو بالصدق المريض بيطيب، وما سمعنا الكفن قالوا انه عنده جيب. والله ما عنده جيب. المنة قنع ما تعبر وتبكيل، والراد ليه سواك اكفي لدفاترك وزيله. لو طرت السماء او كنت تمساحني له، الما في الرزق والله ما بشيل. والله ما بشيل. دينك حلو احذر من تقول بعدين، ونظمك ركزه اخذت الكلام الشين. زعلت ابوك سبيت كمان الدين، خسران يا ابو الثاني بتقبل وين. الله يبقى. وما كل القرع بنقول عليه متعلي، وما كل المسك طبشير يبقى معلي. طبعا الدنيا دائما للبشر بتألي، من وقع الغدر خليك راضي وسلم. الله يوقع وما تتغشى ما دوام اصل العافيه، العز والنسب صحت الحساب ما كاهل. يوم واقفين عرات ويد الرجولهم حافي، سد بالساو ساكن جبره والله الصاف. والله ومهما الدنيا تتمادى وتزيد لهيبك، امسك في الصبر لابد تلقى نصيبك. الشال والعطور والساعة ديك فيدك، عن ساحة الحساب والله ما بتفيدك. صلي على الرسول والزم دوام الطاعة، نفسك تكفى من كل الهموم وجاعة. ما تقول الشباب كله تعدي صياعي، ان ضاع الزمن ما بترجع عقارب الساعة. ان ضاع الزمن ما بترجع عقارب الساعة. ما بترجع والله عقارب الساعة. والله نعم. والله يا أخي قلت لي الساكنة صافية والساكن كلهم كلهم واحد يا أخي، يساوي الناس والله يا أخي. لك التحية والله يا أخي. تحية لك أنت أيضا أبو بكر، مرحب بك والله من ثاني يا أخي. مرحب بك، طالما أنه في الدنيا رمضان نبدأ بمناجاة. بقول أصبح بالي في النعم العلي منهملة، وأنا دون حيلة ما بقدر بقيت النملة. يا رب العباد يا رحمتك مكتملة، عبدك عجز عن شكرك قصر وخملة. عفوك يا ربي ظالم نفسي عبدك أجحف، معلقة عندي آثام زي صنم فوق متحف. بغير بإني قصرت وهجرت المصحف، وطالبك يوم أقابلك لا أطاطي وأزحف. إلهي تبهت شيطاني وعبدت شهواتي، فغير وحقير خجلان من كشف عوراتي. جنوب البكسر ان ظهر الجبال عواتي، ما بصد ظني بقلبا سليما آتي. رجاي ترحمني بفضلك جميع تغفرهن، وكل من ساهن الخوف والطمع والطمع يحفرهن. عيني الغازل الدماء مو موفرهن، وكائن من يكون من رحمة ما بنفرهن. نفسي رمتني وإبليس في المهالك، رخيت زمامة يا مولاي كذلك. رجوتك ربي لا يكون غبر حالك، مناي الجنة ما يوقفني مالك. لا تفقهت لا عرفت المسالك، لسان في الفارغة ما حدث بمالك. مناي يشملني قولك بعد ذلك، لهم الأمن في الجنة وممالك. دريب الدنيا تعبان ليه سالك، مطول أمل إبليس المكالك. نفسي هواها أصبح لي مالك، لطفك ربي لا تكتبني هالك. نفسي هواها أصبح لي مالك، ولطفك ربي لا تكتبني هالك. مش هذي لكاري، نطلع فاصل ونجيكم راجعين. وداري قلبي نادي
كريم عدنا وعاد الألغ والتميز والجمال عبر دوحتنا الوريفة مع مجموعة من المبدعين. السلام لك التحية الله وبكر يا أخي. حياك الله. نعم الحكم والله إن شاء الله شهر توبة وغفران يا أخي. إن شاء الله علينا جميعا يا رب. الله يديك العافية. أتمنى يتقبلوا منا. قبول حسن إن شاء الله. آمين يا رب. الله يديك العافية يا أخي. حمزة. أبابك الله يجيناك من ثاني. أنا بمشي في درب النازل برضو بديكم الحكمة. الحكمة. طيب. أسمع. أسمع مني يا ضال الطريق الصايب، أحذر من عذاب قبر أنيس ودبايب، راجع نفسك أخوي اوعى تصبح عايب، الموت ما بعيش شوف كم دفنا حبايب، الحق لو علي نفسك أخير لك قوله، واسمع للبي بكيك ما المجمل قوله، الناس ما بتريح في الصحابة بقوله، ما كعب اللي بيقول كعب اللي بيجيب لك قوله، والله تريث تمام لو جخس فيه بيقول، ما تبر الفتن تسمع قوال الذول، انتقي في الحديث الراغي والمعقول، واختار في الرجال اللي بالحقق في الهول، اي احترم الكبير تلقى الصغير يحترمك، وانتهي ذا الشباب قبال يهشش عظمك، بادر بالجميل واختار وكرب نظمك، وارضيهم تلات الله والك وامك، يا سلام اتواضع مع الناس ربي يرفع قدرك، وارضى من دوام رزقك قسمتك وغدرك، ما تترجل يذول مهما كان بغدرك، وانتظر الكريم ينمو ويفرهد شدرك، أسلك للسليم تصل المكان الدائر، وخليك مستقيم حسنك تجيك بشائر، أجاك بفتن للحسن سوق وضائر، والناقص عقل بحكمة قود وسائر، الدنيا مقدود مي دائمة أوعد غرك، أدي الناس محاسنك وحصن من شرك، وأليك أزعدهم بطيب كلامك وبرك، وأذع الراجل اليوم حوجتك بسرك، في الدنيا العبوس حبل العزايم شده، والصبر انكمل زيد فيه حباله ومده، فرق ديما بين هذا الحديث من جد، والباب اللي بيجيب الريح خير لك سيده، الموج كان غدر ما بيعرف العوام عريان العرض، ماظن بهم ملام شيال التقيل
في الفارغ امان الضام في الرخا والشدايد يود بيكون قدام مفتوم اللبن ما بسكت اللولاي والبيقول بيسوي حاشا مو سواد جنيات الغراب ما بعلم القوقاي ويروح القلب ما بعلي الكواي ويروح القلب ما بعلي الكواي ابشر الله تحيه والله يا الله ذكرتني مربوعة لمرابع من عمر طارق اللبيب قال التوفيق مقسم والخلق وظروفه والناس بمغادير الاله مكتوفه الزول البعيد وظروفه ما معروفه فتش بالعذر واحكم على اللي تشوفه ما دام مالك العافيه وكتار اعوانك انت في الدنيا مبسوط وسعد عنوانك غيرك مشتهي النعم الملك ديوانك ما عنده اللي بقيه معاه زي اخوانك اي والله ابشر بالخير والله ابشر بالعذر والله مو صعب حبابك ودار امشيلك على الغزل بقول النجف المثل قمر العشية وشيها النجف المثل قمر العشية وشيها كيف انساها ما دام قلبي ميت فيها مربوع غامة عندها شامة في خديها ريد في مولي نار من البطف البيشينة ما ذكروها قالوا عبوسة سألك ربي من عين الخلق محروسة الذكرها جواي دي مداقة جروسة أطعم من كنانة وقطعة البسبوس كوني أسيبة تبقى للسماوات أقرب أخلي هواها عارف طول حياتنا بكرة أقول لك حاجة صدقوا فيها ما تستغرب بعدها عني أفضل منه لبغى العقرب زولتي جميلة سمح الزوب وحالي كلامة نظرة عينة تقتل مية حد سهامة ضامرة نص ومتبورة وقديمة حمامة بيها بهاتي زي غيصة تلات بغرام زادت بكاي حرمت عيوني غميدة دوام بهواها يا خلاي قلبي بريدة شبه السارحة بالوديان عيونه وجيده لو ما لقيته اعرف انه متاكد شغلت فكري خلت عقلي دائما صالح بريده حقيقي مريض غش والله مصالح راسيه رزينه حاشاها الكلام الطالح انبسغت تسكر دوم يا عمي قمر السبعتين باهي ومولع نوره ريدته جوا في نص القلب محفور انا الخلاني ابكي وكل منايا ازوره بنوت حوا ما بساوي جزء في طفوره ليها فرشته درب الريده فل وسهار وقلبي بريده في يوم لا ظلم لا جاء بعد ما سقيت من كاس الحنان انهار بشكيك لله سوت لي جزا سينما هجرك لي معذب وديما زايدة وجاعي غبيانا مودي ربي العلي ما واعي ربي اداك جمالا جملة ما قطاعي كل ما تراك تنزل وتنسكب دمعي حالي البيع كان شفتيه ما بيتوصف حال الليه دقوا القيد وديما ما كتر الدكتور يوم شافني بكوا اتأسف قال الريت هرد كبده وقلبه تمشى يا ست الحسان انا عندي زيك كم مالك ديما لي زايد الوجع والهم يا موجه مثل قمر السبوع التم كثير عيني وراك باك يا الدنيا عبد لا مسحت كريم لا خطته في رفوفه بطن يديها انعم من حرير الكوفه بطن يديها انعم من حرير الكوفه الفاغ الجمال تاجول قاسي غطوفه منايا الله بس لو نظره واحده اشوف سمحه وطيبه من كل المعايب طاهره فاهمة وراغية لا متكبرة لا ساخرة البيشوقة هلكت لي قلوبنا وناخرة عندها بسمة للشافة بتودي الآخرة جمالك خجل القمرة حزنة غابت وبيلغياكي سلمت كل جروحي وطابت الساكنة الفؤاد جوا الشرايين دابت زيها حوا كذاب اللي بيقول لك جابت زيها حوا كذاب اللي بيقول لك زيها حوا كذاب اللي بيقول لك تحية والله يا مشاهدينا الأكارم نطلع محطة خارجية ونجيكم راجعين مكنة يا مكنة مكنة يا مكنة مكنة
مكنة يا مكنة يلا يا مكنة مكنة يا مكنة كريم. عدنا وعاد الألغ والتميز والجمال عبر دوحتنا الوريفة مع مجموعة من المبدعين. بكاي والله أبو بك قلت بكاي شديد يعني. والله نحن الغزل ما علينا فيه كثير لكن بين بنجامل بنجامل جاملنا. لا 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 رديكم حاجة كده في الحنين. الحنين أيوة في الحنين للبلد وعشت الأرياف بعد استوطننا المدن يعني النفس بتلقى دائما بتوقلها راحة. أيوة بقول من ظهرية داورها البرك حينها كس سحابة عريانة السماء وزينها لا من غابت الشم لنا ما بينها دعاشة تركنا نتشاك القلوب طينها من جهة برخم خد عفرتك وتردم وبرق خل قلوبنا بعد سواد تتهندم أي الرهدك دفس خيران وقيف وتهدم ريد أولادنا طارف إلا ريدك أقدم يبقى نزلت فوق أهلي وجلست بلادنا ولا هبشت ظهرتنا وقديم تيلادنا خريفا حب خريفا فيه فرحتنا ونعيمنا وزادنا حبه علينا مكسوم زي مرات أولادنا قصير قبليها حاكرها تقول محاويت
علي النسام عفن سارخة الكبريت بعد ما قط صبابيها وطلق له زقيت نومي فقدت مين صبري وجسار تعريت البرق اللي بيسوق اشواقي ما هو الخلب ادمى فؤادي ليسام المواجع قلب قلب العزم ما طاوع عليه بيتغلب بميل من حيث ما شرع الهوى بيتطلب الليل طوريتي كان ماضية وبتاكل الخوسة ومي دقت حلب صاجة وبعجبك دوسة المثل البلا والشدرة سهلة الدوسة ما باقي لي غير في عاجلة ارجع كوسة تتمدن جسومنا قلوبنا دم هريفي وما بتوزن شواهق قشة منه صريفي عزي وفخري وادماني وتمامة كيفي مسرة غليدة من تعب الزرحت وخريفي وراقا بربح الدوف منه قلبي رهيف ينسي محالي لكن من دواخل مصيف عيال بلد المشيتك يوم نويها خفيف ونايبي على التوكا مسلك بصل متقيف برقك وكري عودك وحس عيدك وكيف ونسامك طراوة ما بيجيبها مكيف انا المفدور بناجي وكبدي كله مليف وحاط اسم الله غيرك اصله ما في مضيف وطاتك رويه ودانيه ديمه سماك والقاسي اللي بتمرك شوقنا من حماك قدر ما قلت من حرفي وبكايا عماك بلقى من صبري كم مدماك انا يا زين نجحت وقلبي حابس شايته وكل ما هفن السامن بنكس رايته الزول مرق من دار عزازه وطايته بلوك حسراته شانقه ويحقق غايته يا الله فوق جمرا تهب الريح بنرقد نحنا ندس وجعنا شان يا زين تشوفه سامحنا يمين بالله اول من تجيب لها محنة بتبقوا فزعنا والخشم البصيح كان صحنا يا سلام بنادر الشوم هي لا زارك حبيب لا ضيف لا ضلضحة ولا لمد اهل لا كيف مركب صبري يا زين داق تب في القيف شايل هم ولادي وبكره بيطلعوا كيف ما تعودت انسى الواجب الا اشغالي همومه كثيره تعباني ومستي فبالي رغم الزحمه والضيق والشقى المتوالي باقي فؤادي في عهد ومكانكم خالي وقدر ما قلت القى من الهموم دي بصاره بلقى سنيني متعاقبه وتزيد في حساره انا يا زين حروف ما بمل تكراره حرف الوحده والحرف اللي وراه مراره دحين يا زين اخوي ادعوا لنا لا تنسونا وكان نجعت قلوبنا مع الزمن رسونا ان قصرنا فوق واجبا وجب حسونا من عرانا دولاب الزمن قصونا ان قصرنا فوق واجبا وجب حسونا من عرانا دولاب الزمن حسونا من عرانا دولاب الزمن انتونا كسونا لك التحيه والله يا حياك الله كل خير والله يا ديف الحنين للبلد حنين للبلد يا اي والله كلنا مشتاق للبلد على الارياف وتربيه الارياف رغم الظروف الظروف سايقانا بعيد والله حقيقه لكن دائما نلقى نفسنا في الاعياد وفي في في في, في لما نمشي مناسبات ونمشي كذا نشتاق اشتياق شديد انه نفرح انه مشينا البلد والله طبعا ديما انت طبيعتك والبيئه اللي نشيت فيها يعني بتلقى نفسك متحكمة في حياتك وفي يعني تكون في حياتك اليومية كل ما حاجة تذكرك لها انت بتلقى نفسك يعني الحنين بيسوقك لها اي الحين هي من حي ذول يا جماعة شاهدين من الريف وتحية خاصة كل الاهل والاحباب بتابعوا لوحتنا الوريف والله انا سعيد بكم جدا يا حمزة وبكري ومضاعم ان شاء الله عندكم معنا يعني حلقة ثانية ان شاء الله ان شاء الله تحياكم عبر الدمحة الوريفة للاهل والمشاهد الكريم انا من هنا بحيي أهلي وأسرتي الكبيرة في الفاو الوالد والوالدة والأخوان وكل جميع سكان الفاو يعني الغرية واحد وخذ بالتحية الناس الغرية واحد بالضبط كده وتحية لأخواني وتحية لكم أنتم قبل كل حاجة لك التحية الله ولأخواني كلهم الشعراء وبصفة خاصة يعني الأخوان أحمد المرغمابي ومحمود صافي وماذا نذكر اسماء كثيره عشان ما نظلم لنا زول لكن تحيه لكم كلكم جميعا ورمضان كريم عليكم تصوموا وتفطروا على خير ان شاء الله الله يديك العافيه الله ينورنا والله عبد الماجد تحيه لك انت استاذ ماجد تحيه لكل الاهل بولايه نهر النيل محليه بربر بصفه خاصه الاهل بالجزيره كرمي على راسهم الوالد عبد الماجد يوسف والوالد احسان حميده وكل الاهل اقول لهم رمضان كريم عليكم وتصوموا وتفطروا على خير وكمان عبركم أزف التحية العطرة لأخواني وزملائي بكلية الطب جامعة الشندي بقول لهم رمضان كريم عليكم والصوم وتفطر على الله يديك العافية نورنا والله حمزة بابك الله أستاذ ماجد الله يرحب بك التحية لك والتحية للسادة المشاهدين بقول لهم رمضان كريم والصوم وتفطر على خير إن شاء الله والتحية عبرك للأخوان الشعراء وكل من يعرف من السماني ودى الباوغة والتحية للأهل بالباوغة عموم أهل الإنقرياب حوالي والتحية لهنا في الزيداب أعمامنا ولاد السماني فردا فردا لك التحية والله يا أخي
يعجبكم جدا والله ينتظر في حلقه قادمه ان شاء الله. المشاهد الكريم داخل وخارج الوطن الحبيب، انتهت حلقتنا اليوم، الى ان نلتقي في حلقه قادمه، كونوا في الموعد. اللي ما أشوفهم ريدي قادم إيه هاي دفع عيوني تتكلم وليل
فيك في الغيا صحيح نايم بلغات بحلم وخل الماضي ننساه اصلا كل حاجه قسم اللي ماشي صوت صادح من زفير شهر